صباح الخير. صباح الخير رشا، كيفك اليوم؟ تمام، انت منيحه؟ انا كثير منيحه الحمد لله. يومك حلو يا نرمين، ويومكم حلو لكل الاشخاص اللي مرافقينا بصباحنا لليوم. بدايه اسبوع حلوه لكم، ويا رب هذا النهار يحمل معه كل القصص اللي بتحبوها ويحمل معه الرزق الكريمه. يومكم حلو. امين يا رب. بدي ارجع صباح عليك رشا، ولا صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه. يوم جديد ونهار جديد، ان شاء الله يا رب تكون دائما مكلل بالخير والرزق وراحة البال، وتكون دائما أمورنا ميسرة. ومثل كل يوم رشا، ضيوفنا وتقاريرنا من مجالات مختلفة منبلش منتعرف عليها تباعا، ولكن خلونا نروح لفاصل أغنية ومنرجع. وقبل ما نبلش ونروح لفقرات صباحنا غير لليوم وأول ضيوفنا، خلونا نروح لذاكرة الصباح ونشوف أهم الأحداث اللي تسجلت بمثل هذا اليوم. اليوم 21 الأول، كتير من الأحداث صارت بمثل هاليوم. خلينا نروح بقراءة سريعة لذاكرة هاليوم. ب 21 الأول من العام 1949 تأسيس جمهورية الصين الشعبية من قبل ماو تي تونغ. وبعام 1963 تم تأسيس جمهورية نيجيريا. وبعام 1969 طائرة الكونكورد اللي حققت سرعة طيران بتفوق سرعة الصوت، وهالشي كان للمرة الأولى بتاريخ الطيران المدني. وبعام 1971 أول شعلة مقطعية للمخ باستخدام الأشعة المقطعية تمت بمستشفى أتكنسون بويمبلدون بلندن. وبعام 1982 سوني تصدر أول مشغل أقراص مضغوط سي دي للمستهلك. وبعام 1991 مدينة لينينغراد بتستعيد اسمها السابق سان بطرسبورغ. وبعام 2018 عالم المناعة الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسوكو هونغو بيفوزوا بجائزة نوبل بالطب وعلم وظائف الأعضاء لبحث بعلاج السرطان. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1942 الممثلة اللبنانية هند أبي اللمع. ومجموعة من المعلومات الغريبة ولا المنوعة نتعرف عليها ضمن فقرة هل تعلم؟ هل تعلم بأن تايد سوبت ميست هي ظاهرة نفسية يصبح الإنسان من خلالها متأخرا دائما عن مواعيده، لأنه يؤمن أن هناك وقتا كافيا أكثر من ما هو في الواقع. الأشخاص المصابون بهذه الحالة يكونون متفائلين كثيرا بالزمن الذي يحتاجونه، فيصبحون غير مدركين للزمن الحقيقي. وهل تعلم أن قراءة الكتب لمدة 15 دقيقة فقط يوميا ستجعلك تقرأ ما يزيد عن 20 كتابا كل عام؟ وهل تعلم أن وجود الفوضى في غرفة شخص أو في مكتبه قد تكون دليل على إبداعه أو تفوق ملكاته الذهنية الابتكارية في الحياة؟ وهل تعلم أن أول شخص ابتكر الواجب المنزلي هو أستاذ إيطالي يدعى روبرتو ريفيليس، وذلك لمعاقبة طلاب قسمه فقط، ولتتحول فيما بعد الفكرة إلى نظام عالمي يشمل الجميع؟ وأخيراً، هل تعلم بأنك عندما تتحدث مع نفسك فأنت بذلك تحسن مهارات الدماغ، تعدل النفسية، وتزيد من القدرات على إيجاد الحلول للكثير من المشاكل؟ وأولى تقاريرنا لليوم، وإلى مشفى الأسد الجامعي، حيث أقامت وزارة الصحة مؤتمرا طبيا بالتنسيق مع فرع نقابة أطباء دمشق لتعريف طلبة الدراسات العليا بكل ما هو جديد في الطب بكافة اختصاصاته. هنكون بتفاصيل أكثر مع زميلتنا رزان سليمان. البحث العلمي الطبي ضرورة وآفاق، عنوان المؤتمر الطبي الذي أقامه فرع دمشق لنقابة الأطباء
برعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي بدورته 14، وذلك في مشفى الأسد الجامعي بدمشق، ويستمر لمدة 3 أيام، حيث تمت في اليوم الأول مناقشة التطورات العلمية وتبادل الخبرات في الأبحاث لكافة الاختصاصات الطبية. يميز المؤتمر هذه السنة برنامج علمي واسع ومتنوع، وفيه أيضا كمية كبيرة من الأبحاث التي ينشرها الأطباء وطلاب الاختصاص سواء في الدراسات العليا أو في وزارة الصحة. اهتمام نقابة الأطباء فرع دمشق بهؤلاء الباحثين حقيقة شأن كبير ترعاه وزارة الصحة وأكيد كل الحكومة السورية. التوجهات دائما برعاية الباحثين في جميع المجالات وأهمها المجالات الصحية والطبية. نتمنى النجاح الكامل لهذا المؤتمر، وأيضا لمزيد من إجراءات التي تعزز وتدعم البحث العلمي في الكليات الطبية وفي المشافي والهيئات العامة. الحقيقة هذا هو المؤتمر 14 لفرع دمشق لنقابة الأطباء. هذا العام كان في تأكيد على الزملاء بمرحلة الاختصاص، تم تكريم 7 من الأطباء يلي هن عم يختصوا، تم عرض الدراسات والأبحاث العلمية المميزة يلي هن قدموها، وهي الحقيقة خطوة لأجريت للمرة الأولى في هذا النطاق. محاضرتي بدها تكون عن المستجدات في مقاربة وهن العظام. وهن العظام هو مرض منتشر جداً، من هون بتأتي أهمية التنبيه، لأن مرض ترقق العظام أو الأوسيوباروزيس هو مرض بيعني اختصاصات متعددة في الطب، ليست اختصاص واحد، ولذلك نحن رايدين نلقي الضوء على هذه المشكلة. إبقاء طلبة الدراسات العليا على متابعة مستمرة لتطور الأبحاث العلمية هو أحد أهم أهداف هذا المؤتمر، كما شارك في المؤتمر عدد من شركات الأدوية والأجهزة الطبية الوطنية ليتم الربط بين حاجة المريض والمؤسسات والمشافي لمواكبة تطور الطب في إنتاج الأدوية. نحكي عن مشاركتكم اليوم بالمعرض. نحن اليوم كشركة دوائية حلبية، المعمل هو في منطقة المنصورة بحلب، اليوم نحن مشاركين بهذا المعرض الطبي، نقوم بعرض كافة الأصناف الدوائية التي يقوم بإنتاجها المعمل لكي يتعرف عليها كافة الزملاء الأطباء. المعامل الدوائية عم بتحاول تأمن المواد الأولية وتقوم بإنتاج جميع الأصناف وليتم طرحها بالسوق السوري. نحن الاختبارات نقدمها للأطفال للكبار، كل شيء بيخص السمع بيخص النطق. المؤتمرات العلمية التي تقام بشكل دوري عاملا مهما لتزويد البلاد بجيل من الأطباء يتمتع بقدر كاف من الخبرة والمعلومات المتطورة ليكون عماد بلادنا قائما على العلم والمعرفة. ضرورة وآفاق، عنوان المؤتمر الطبي 14 حول البحث العلمي الطبي لمواكبة كافة التطورات في الأبحاث العلمية في كافة المجالات. من الأسد الجامعي بدمشق، رزان سليمان، الإخبارية السورية. ومساحتنا الأولى لليوم رح تكون بعالم الطب، ونحكي عن مرض هو شائع بين الأشخاص، معروف بالاضطراب النصفي أو يعني باللغة المحكية أنه هو عدم تخثر الدم. رح نحكي عن مرض النعور. أكيد نرمين، فينا نقول أنه اليوم اسمه العلمي هو الهيموفيليا. شو هو هذا المرض؟ شو هو الأسباب اللي ممكن تؤدي أنه اليوم الشخص ينصاب بهذا المرض؟ هل هو وراثي أو مكتسب؟ كثير من الأجوبة حجاوبنا عليها لليوم ضيفتنا الدكتورة تهاني علي، رئيسة الجمعية السورية لمرضى النعور. سعد صباحك. صباح الخير، كيفك؟ سهلا، صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. معروف عن مرض النعور أنه هو اضطراب نصفي، أو مثل ما ذكرت بالمقدمة أنه عدم تخثر الدم. خلينا نحكي علميا بشكل مفصل شو هو وإذا له أنواع. مرض النعور أو الهيموفيليا هو اضطراب دموي وراثي بيمنع، بيصير في مشكلة بتخثر الدم. مشكلته وراثية مثل ما حكينا، ومرتبطة وراثته بالصبغة إكس، وبالتالي هو بيصيب الذكور، بيتظاهر عند الذكور، أما الإناث بيكونوا ناقلات للمرض، بيتظاهر بأشكال مختلفة، نزوف مفصلية، نزوف عضلية، رعاف، ممكن نزف دماغي بعد أي رد، بعد عمل جراحي، على المشي، على قلع الأسنان، كله ممكن يكون سبب لتظاهرات المرض.
طيب خلينا نحكي اليوم عن الأعمار قبل ما نفوت بباقي تفاصيل لقائنا لليوم. اليوم هذا المرض يعني شو هي أكثر شيء الأعمار اللي ممكن نصابوا فيه؟ طالما قلنا مرض وراثي فهو من لحظة تشكل الجنين داخل الرحم بيكون مكتوب له ظهوره فورا دكتور؟ لا ما بيتظاهر، بس بيكون الخلل موجود عنده، بيتظاهر لما بيبدا الطفل. اول شغله عند كونه ذكور وكونه مجتمعنا في تقليد هو الختان، فعند عمليه الختان اللي عاده بتكون بعد الولاده مباشره او خلال الشهر الاول، احيانا ممكن يتاخر، ممكن يتظاهر بنزف عند عمليه الختان. اذا ما صار او اذا كان ما في هالأعراض، لما ببلش الطفل يتعرف على المجتمع أو البيئة اللي حواليه ببلش يحبي، مثلا يمشي على أربع، ببلش يحاول يوقف على رجلي، فبيصير ممكن يوقع، ممكن يصطدم بأي شيء بالغرفة حده. فهي السقوط أو هي الارتطام بالفرش اللي حواليه ممكن يعمل كدمات، ممكن يعمل نزوف تحت الجلد، ممكن يعمل نزوف بالجبهة بالجبين مثلا، ممكن بفروة الرأس، ممكن يضرب شفته أو لسانه إذا كان عم بيسنن. فكل هاي المراحل ممكن يتظاهر المرض فيها، وحسب شدة المرض. يعني المرضى المصابين بالناعور مقلم نفس الدرجات، في ثلاث أنواع لإله. في شكل شديد بيكون العامل التخثر عندهم معدوم تماما، هدول بتصير عندهم نزوف عفوي بدون أي رد. في مرضى بيكون متوسط الشدة بنسميه من 1-5%، ممكن يكون رد بسيط لحتى يصير في عنده نزف أو تداخل راد، تنظير، عمل جراحي، قلع أسنان، أو ممكن يكون خفيف الشدة. هدول ما بيكتشفوا إلا بالصدفة إذا راح يعمل عمل جراحي، حتى تحاليله الاستقصائية بتكون طبيعية تقريبا. هدول المرضى بدون تحاليل أكثر لحتى يتشخصوا. طيب دكتورة كمان خلينا نفرق عن النوع الثاني لمرض الناعور، هو مرض فون ويلبراند. خلينا نحكي أكثر شو هو، شو بيفرق عن مرض الناعور، وكان في ندوة يمكن الأسبوع الماضي، خلينا أيضا نحكي عن المحاور يلي كانت فيها وأبرز النتائج. مرض الناعور هو اضطراب نسي مثل ما قلنا وراثي، بتميز أنه وراثته مرتبطة بالصبغة إكس، بيصيب ذكور الإناث ناقلات لإله. مرض فون ويلبراند اللي نحن كانت حملتنا والندوة العلوية اللي صارت برعاية وزارة الصحة وبالتعاون بين الاتحاد العالمي للهيموفيليا والجمعية السورية لمرضى الناعور، كان معني طبعا كانت بآخر مرحلة من الحملة اللي صارت، حملة التوعية والكشف عن مرض فون ويلبراند اللي استمرت 6 أسابيع بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة السورية ومع الهلال الأحمر. فهذا المرض كمان هو مرض دموي، مرض بتخثر الدم، بيصير في زي استعداد للنزف، لكن وراثته جسمية، يعني بيصيب ذكور وإناث. نسبة شيوعه أكثر مرض الناعور، أقل مصادفة 1 بال4000 شخص. ممكن يكون يعني بسوريا متوقع عنا 2000 ل2500 3000 مريض. أما مرض فون ويلبراند انتشاره أكثر 1%، ومثل ما قلنا بيصيب صبيان وبنات، بس تظاهراته عند البنات بتكون أكثر خطورة وأكثر يعني بيعبر عن نفسه بشكل أكثر، لأنه الفتاة ممكن بسن البلوغ تعاني من الدورة الشهرية، لما بتتزوج ممكن يكون الإنجاب الحمل الولادي هي عامل خطورة لتظاهر المرض أكثر. خلينا نجزئ هدول المعلومات كرمال نعطي المساحة أكثر لهذا المرض. اليوم كتير مهم إقامة هدول الندوات بهدف نشر التوعية. حكينا عن الناعور بشكل عام، خلينا اليوم كمان وحكينا بشكل سريع عن الأعراض، خلينا نتوسع أكثر بالأعراض كرمال كل الأهالي أنه انتبهوا إذا طفلهم اليوم بيعاني أو لا. أي طبعا مرض فون ويلبراند مثل ما قلنا بيختلف عن مرض الناعور، انه حيعبر عن نفسه بنزوف اغشيه مخاطيه مو مفاصل وعضلات، لانه مرض بالارقاء الاولي الخلل عامل فون ويلبراند، مشان هيك ممكن يصيب ذكور واناث كمان. فممكن ببساطه يصير رعاف، اكثر مشكله بيعانوا منها الاطفال الرعاف المتكرر، او انه الرعاف يطول النزف من الانف يستمر. ممكن الناس ما تعرف شو معنات رعاف، ينزل دم من الانف ممكن يستمر اكثر من 10 دقائق، احيانا بيحتاجوا مراجعه مشفى ما بيوقف بشكل يومي تقريبا، وبدون رد وبدون قريب وبدون تعرض للشمس. ممكن سهوله التكدم خلينا نقول تطلع كدمات تحت نتيجه النزف من الاوعيه الدمويه تحت الجلد، قد لا تكون محرضه برد، يعني بدون ما يكون في طرقه. الست بتقلنا انا ماني منتبهه اني اكلت ضربي هاي المنطقه، فبنشوف انه بنسميها سهوله التكدم، تطلع بقع ملونة تحت تماما. كنا نقول او معلومه طبيه انه هي بسبب في مشكله بصفيحات،
هي احد اسبابها. قد يكون في اضطرابات النسفيه الى اسباب كثيره، قد تكون نقص عدد الصفيحات او اضطراب وظيفتها، نقص عددها له اسباب كثيره، مكتسب معنى وراثي. اضطراب وظيفه الصفيحات بيعمل اعراض بتشبه تماما مرض فون ويلبراند، لكن شيوعه اقل بكثير بكثير، ومرض وراثي كمان بس ما له بنفس خطوره فون ويلبراند. فالرعاف وسهولة التقدم هن أعراض، لأنه الصفيحات بالإرقاء الأولي مع فون ويلبراند فبتكون الأعراض متشابهة تقريبا. سهولة التقدم عنا نزف من اللثة، في كتير سيدات أو أشخاص بيشكوا أنه لما بيفرشوا أسنانهم بيطلع دم، أو حتى عفوي لما أو بدون رد ممكن يطلع دم، أو إذا قرطوا تفاحة مثلا أو أكلوا شيء قاسي ممكن يعلم على الشيء اللي عم بياكلوا، أو إذا راحوا على دكتور أسنان قلعوا أسنانهم، أو الطفل لما بيسنن أو بيبدل أسنانه ممكن يصير نزف من الفم، ممكن يصير نزف بعد عمل جراحي. لكن أهم أسباب الأعراض هي غزارة الدورة الشهرية، وهي كانت محور الحملة تبعنا، مشان هيك كان توجهنا لتنظيم الأسرة، عيادات تنظيم الأسرة. فغزارة الطمس يلي حتى هيدا غزارة الطمس هو شيء شخصي، يعني ممكن سيدة تكون عم بتعاني من غزارة الطمس أو فتاة ومعتبرته عادي، وهيدا كتير شفنا، ممكن واصل لمرحلة فقر دم، ممكن مراجعة كتير أطباء لحتى تسأل عن هاي القصة وما واصل للتشخيص، أو ما بتروح بتقول أنا هيك عمتي هيك خالتي هيك ماما وأنا هيك، فعادي إنه عادي. هاي العبارة كتير سمعناها لدرجة بدنا نرفع شعار لا مو عادي، إنه عادي يكون عنا هاي الإشكالية. وأحيانا بيتظاهر فقط بأنه تروح مخازن الحديد نتيجة النزف المتكرر وفقر الدم، فهي أعراض هذا المرض. طيب خلينا نحكي دكتورة عن عوامل الخطورة لهذا المرض، ولما نحكي عن عوامل الخطورة بنقصد الوفاة يلي ممكن تصير، أي مدى الحالات يلي بتصير، ونحكي عن حالة الإهمال لوين ممكن تودينا فيه. شكرا لهذا السؤال، لأنه إيه، هل هو خطير؟ هل بيأثر على حياة المرأة؟ غزارة الطمس بحد ذاتها ممكن تأثر على نوعية حياة المرأة، ممكن تعمل لها تعب، إرهاق، مثل ما قلنا فقر دم، تأثر على حالتها النفسية، شفنا حالات اكتئاب. هل هي مهددة للحياة؟ طبعا، لما ممكن تنزف المرض، السيدة اللي عندها هذا المرض ببساطة لما بدها تولد بتروح على المشفى، إذا مو مشخصة بترجع على البيت، هي نزوفه متأخرة بتصير بعد الولادة، بعد 48 ساعة ممكن ترجع على المشفى بنزف حاد صاعق لا يمكن السيطرة عليه، ممكن تحتاج نقل دم بكميات كبيرة، ممكن ما تتوفر هي الكميات من الدم بلحظتها، ممكن رغم كل التفاصيل إذا ما نعرف المرض ما يعرفوا يتعاملوا معه، ما في علاج لإله، ممكن تفقد حياتها. وإذا كانت محظوظة ممكن يروحوا على استئصال رحم لحتى يوقفوا النزف، إن كانت سيدة بعد الولادة أو حتى الفتيات، شفنا كتير فتيات بعمر 12 سنة أو بأول بلوغ للدورة كانوا يعانوا من غزارة الطمس، يراجعوا بنزف صاعق ما يتم التعامل معهم بوعي، أو ما يعرفوا شو السبب، يعتبروا أنه عندهم مشكلة غير قادرين على التعامل معه، يوقعون على إقرار بالموافقة على مسؤولية الأهل باستئصال رحم لفتاة بعمر 12 سنة أو 13 سنة. ممكن تعمل نزوف إباضة بتخلي المريضة تراجع بحالة إسعافية، يشكوا أنه زايدة أو انفتال كيسة مبيض، ويفتحوا بطنها مرة واثنين وثلاثة وما يعرفوا أنه تماما، ويكون التدبير بسيط، نقل رأس بقري، نقل ركازة عامل فون ويلبراند، أو إعطاء حبوب تنظيم الدورة مثلا لحتى نخفف من هيدا الإشكال، فهو فعلا مهدد للحياة. أو إذا شاب ممكن يروح يعمل عمل جراحي، إذا ما هو مشخص ممكن تتعرض حياته للخطر. دكتورة حكيتي نقطة، يعني خلينا تكون هيك تحت خطين، انه بجوز الحالة توصل للمشفى الدكتور ما يعرف، ايه اكيد، ونروح لقصص اكبر، ان كان استئصال رحم، ان كان شيء، ممكن اليوم الفتاة تحرم الانجاب بسبب ان اليوم الكادر الطبي ما بيعرف. طب ليه ما بيعرف؟ يعني هل هو المرض، هل هو صح ما كتير شائع او نسبته كتير قليلة، ولكن بالنهاية هو مرض طبي؟ لا، هو شائع بس تظاهراته او المعرفه، مشان هيك كانت الندوه العلميه هي اول مره بتصير ندوه علميه بسوريا مخصصه لمرض فون ويلبراند، هو بتظاهراته مخفي، يعني حتى بالعالم بكثير بلدان حتى المتطوره تشخيصه صعب، لانه صح تظاهراته مثل ما حكيتي حضرتك نقص الصفيحات، وقلنا اضطراب وظائف الصفيحات، في امراض كثير اخرى ممكن تشترك معه بالاعراض السريريه، تشخيصه صعب، يعني انا لحتى شخصه احيانا بيقولوا لنا الاطباء نحن عملنا البي تي والبي تي تي مثلا او زمن النزف، هذا اللي بيشخص كمرحله اولى الاضطرابات النزفيه، بهذا المرض بتطلع طبيعي بنسبه كبيره من المرضى، مضطرين نروح على تشخيص او اختبارات نوعيه ما انا متوفره بالحاله الاسعافيه وبكل المشافي، مشان هيك الاستجواب للمريضه او للشخص كثير مهم، ندور على قصه النزف بحياته وكيف بيتظاهر النزف، والقصه العائليه نقطه كثير كثير مهمه لكشف هذا المرض. يعني الوراثي قصدك؟
اي طبعا القصه العائليه، نشوف في حدا بالعائله بيشكي هيك مثلا، عنده هيك اعراض، في حدا مشخص له هذا الاضطراب النسفي، انت بحياتك عندك 1 2 3 نسال عنه. كثير مهم قبل ما نروح على التشخيص المخبري مشان ما نفوت فرصه انه نعالج هيك مريضه بالشكل الصح. ومشان هيك كان بالحمله وبالندوه اللي اطلقناها كان في شيء اسمه استبيان للتقصي عن الاعراض النسفيه، هذا معتمد عالميا وعلى مبدا الطب المسند بالدليل، بيعطي نقاط لكل عرض بتشكي منه المريضه او الشخص، وبنهايه التقييم بنشوف اذا كان اكثر من رقم معين، اذا 3 مثلا للطفل، 4 للرجل، 6 للمراه، بنقول في خطر نسفي بده يروح على تشخيص تخصصي. وللسيدات بنعمل تقييم غزاره الطمس، لان مثل ما قلنا ممكن توصل شقف بتنزل هيك التعبير انه خثرات مثلا، بس بتقلك او بتبدل كثير، بتبلل بتقلك ايه انا ما عم بدل كثير او ما عندي غزاره، فنحن بنعطي نقاط اكثر من 100 في غزاره الطمس، وبنروح على التشخيص او الاختبارات المشخصه لهيك سيدي. طبعا هي التحاليل بس ممكن تسالوني او هيك، هي بتصير بالجمعيه السوريه لمرضى الناعور يلي مقرب مشفى التوليد الجامعي، وتقدم مجانا للمرضى يلي بنشك عندهم هذا. قد ايه الوقت مهم باكتشاف هذا المرض عند الطبيب؟ قد ايه بيستغرق الوقت؟ قد ايه الوقت مهم بهيك حالات؟ طبعا الوقت مهم جدا، مشان هيك هي نشرة المعلومه والتوعيه عبر وسائل الاعلام، عبر الندوات اللي صارت، شيء كثير مهم لحتى الطبيب والمريض بحد ذاته يفكروا بهذا المرض. دكتوره كانوا عم نحكي انه هو مرض وراثي، قديش فيها الام اذا كانت حامل بهذا الطفل ينكشف قبل الولاده؟ يعني في فحوصات نحن بنعرف انه بتكشف كثير امراض، ايضا تحاليل الزواج ممكن تتنبأ بحدوث هذا المرض، نحكي عن هدول النقطتين. لا ابدا، هو صح الزواج الاقارب ممكن يسهل وجود حالات اذا كان المرض مقهور، يعني الام والاب عندهم اياه بس ما هو متظاهر، بس ما في بالعالم كله توصيات بتحاليل ما قبل الزواج، مو مثل التلاسيميا لانه تشخيصه الوراثي صعب جدا، بس القصه العائليه مهمه جدا. الحامل اذا كانت هي مريضه وتشوف اذا ابنها مصاب، هو بالهيموفيليا متاح ناعور A أو B، لكن لو البراند كتير صعب لأن وراثته معقدة جدا، في أكثر من مورثة موجودة عليه، حتى عالميا ما في دراسة مورثية، الدراسات المصلية تكفي، يعني أنا ممكن أخذ عينة الدم وأشتغل عليها التحاليل البسيطة المشخصة، ماني مضطرة أروح على المورثات، ممكن بس أهم شيء نفكر بالقصة ونقول انه في قصه عائليه، في قصه شخصيه ولا لا. تمام، بس لا يوصى تحاليل ما قبل الزواج مثل التلاسيميا، مثل ما هلا عم بيعملوا بالنقابه الاطباء بتعطي ورقه للخاطب والخاطبه، لا ابدا، ما في دوله في العالم بتطبقها، وغير مفيده ومكلفه جدا ولا يمكن تطبيقها ببلدنا. نحن يا دوب نشخص فون ويلبراند انتيجين والار سي اول فعاليه وعيار العامل الثامن، نلاقي مركز واحد بالبلد عنده اياه بشكل مرجعي، حاليا موجود بمخبرنا بالجمعيه بمشفى التوليد. دكتورة، بإجراءات وقائية اليوم مفروض أنه مرضى الناعور يأخذوها أو احتياطاتهم، كونه المرض يعني مثل ما قلنا وراثي، في ممكن هيك شغلات لتخفف هدول القصص؟ هلأ في توصيات دائما لكل مريض عنده اضطراب نسفي، ممنوع الحقن العضلية، ممنوع الرياضات العنيفة، التماس، الملاكمة، كرة الطائرة، القدم، هيك تفاصيل بده يكون معه بطاقة تعريف بمرضه لما بده يروح على أي مشفى أو أي تعرض لحادث مثلا، وهذا نحن بالجمعية بنعطيه لمرضى الناعور ومرضى والبراند، في حال صار معهم أي طارئ راجعوا مشفى لازم الجهة اللي راحوا عليها يعرفوا أنه عنده هذا المرض وكيف طريقة علاجه. في بالعالم بمرضى الناعور صار بيعطوا العلاج الوقائي بروفيلاكسيك ثيرابي، ما بقى بيستنوا لحتى ينزف المريض لحتى يعطوا الدواء. نحن بالجمعية بدينا في هيدا البرنامج مع الأطفال اللي عمرهم أقل من 4 سنوات والعامل عندهم شديد، والحمد لله هذا البرنامج له سنة منطلق طبعا بفضل دعم الاتحاد لعالم الهيموفيليا، وعطانا نتائج رائعة. بنتمنى الجهات المعنية بالصحة وبالتعليم العالي كمان تنضم لهيدا البرنامج لأنه مجدي اقتصاديا ومجتمعيا وصحيا أكثر على المدى الطويل. بالنسبة لمرضى فون ويلبراند ما في توصية بإعطاء علاج وقائي بركازة عامل فون ويلبراند، لكن ممكن اللي عندهم غزارة طمس نعالجهم بأدوية هرمونية بتنظم الدورة مشان ما يصير عندهم نزوف إباضة، مشان ما يصير عندهم غزارة طمس. في بالندوه كمان كان تنويه لانه ممكن في عندنا مرضى بيصير عندهم نزوف هضميه، هدول كان مقترح عالمي انه ياخذوا ركازه فون ويلبراند وقائي، اما الباقي لا فقط عند الطلب، لانه حتى ركازه فون ويلبراند غير موجوده بالبلد اصلا، يعني عم نحكي بدنا نسعى نطالب لانه تصير متاحه للمرضى بمشافينا.
نضم اليوم صوتنا على صوتكم ان شاء الله هيك عن طريق اليوم شاشتنا صوتك يوصل. تمنياتنا للجميع لكل مشاهدينا بالصحه والسلامه، ونشوف اليوم الندوات عم توصل هاي التوعيه للمكان الصح. شكرا دكتوره لوجودك اليوم. شكرا لكم. شكرا الطبيبه تهاني علي رئيسه الجمعيه السورية لمرضى النعور، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. كفايين بباقي فقرات صباحنا غيره، رح نروح لمادة جديدة. بمناسبة يوم السياحة العالمي، أقامت وزارة السياحة في إدلب مهرجان إدلب الريفي الثالث. تفاصيل أكثر مع حسام الشب. بمناسبة يوم السياحة العالمي، أقامت مديرية السياحة بإدلب مهرجان إدلب الريفي الثالث في قرية حوا بالريف الشرقي، وبمشاركة وفود من معظم المحافظات السورية. الهدف أنه هو مهرجان إدلب الريف الثالث، أي أنه يحمل صفات البادية وأيضا يحمل الصفات المتطورة لهذا المجتمع. أردنا أن نجدد التعريف بتراثنا، بهويتنا، بجذورنا لأطفالنا. هذا المهرجان كما ترون سيأتي إلينا وفود من جميع المحافظات السورية، بالإضافة إلى الوفد الموجود والأهالي المشاركة من إدلب وريف إدلب الشرقي. وهذا المهرجان يدل على تراث سوريا الطيب وعلى أصالتها، وإحنا نوصل رسالة للعالم بأجمع أنه هاي سورية وهذا الشعب سورية، وسوريا متعافية وعادت تقلع بكل مكوناتها بكل عاداتها وتقاليدها. وهذا نحن اليوم نعيد التراث العشائري، التراث السوري الذي نحبه كلنا سوريين، وهذا تراث أبائنا وجدودنا. المهرجان تضمن عرض أدوات الزراعة التراثية التي كانت تستخدم في تلك المنطقة، إضافة لعرض الألبسة الريفية القديمة، كما قدم أبناء العشائر شرحا لعادات وتقاليد ريف إدلب الشرقي. طبعا هذا المهرجان مهرجان بادي، وهذه الكلمات البادي هي العيشة الصعبة فيها، وهي سكانها أكثر صداقة للبيئة وما زالوا متمسكين في هذه الحضارة، هي حضارة العالم وليست حضارة البادي فقط. العالم كله في الماضي كان بادي. الحقيقة هذه المنطقة يختلط فيها قبائل الحديدين والموالي، وهذه المنطقة غنية جدا بالتراث وغنية جدا أيضا بالعادات والتقاليد البدوية الأصيلة، حيث أن كافة قضايا المنطقة تحل حسب العرف أحيانا وحسب العادات والتقاليد بالمنطقة. ويهدف المهرجان لتنمية السياحة الريفية وتوفير مستلزماتها، بما يعزز مقومات السياحة في ريف إدلب والعمل على تنمية الاقتصاد وإنعاشه وإحياء التراث لما فيه من مقومات هامة. حسام الشب، الإخبارية السورية، ريف إدلب الشرقي. وبمساحتنا الثانية ضمن صباحنا غير لليوم، حنحكي عن مفهوم التطوع يلي هو من أهم الدواعم بالمجتمع التي ترتقي بالمجتمع إلى مستوى نشر الخير والوعي. والحملات التطوعية اللي عم نشوفها عم تزيد يوم عن يوم، وصرنا نشوف فرق تطوعية موجودة على الأرض. صحيحة، والفكرة بتكون أكثر فائدة للمجتمع لما بتكون نوعية وعم تطلع من شباب جامعيين. أكيد عم تكون يعني فكرة مختلفة، عم يحاولوا يوصلوا أفكار جديدة بمقاعد الدراسة لكل الناس. أكيد اليوم رح نحكي عن فريق تطوعي مؤلف من 60 شاب وصبية جامعيين. هدول شباب والصبايا عم يسعوا جاهدين ضمن الإمكانيات المتاحة لنشر الوعي عن طريق حملات متعددة. لنحكي أكثر عن هذا الفريق، ضيوفنا لليوم الدكتورة هالة شاهين، أستاذة في كلية الصيدلة ومسؤولة في الفريق التطوعي، والأستاذ عمر تدمري، عضو في الفريق فريق جمعية أصدقاء دمشق التطوعي. سعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. يسعد صباحكم، صباح كل المشاهدين. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. بداية خلينا نتعرف دكتورة من حضرتك على فكرة الفريق، كيف تم إنشاء أو من أي متى؟ بالبداية شكرا لكم لتسليط الضوء على فريقنا التطوعي. الحقيقة فكرة إنشاء الفريق جاءت من تقاطع ما بين وجهة نظر عندي بأنه لازم نعمل فريق تطوعي يقدم خدمة للمجتمع ونشجع هالطلاب الجامعيين
على يقدموا علمهم ويتعودوا أنه مو دائماً عمل الخير هو فقط بتقديم المال. عمل الخير هو قد يكون بأنك تقدمي علمك، تقدمي وقتك، تقدمي جهدك، هذا كلياته عمل خير ومفيد للمجتمع. وتقاطعت فكرتي هي مع الحقيقة نظرة مجلس الإدارة الجديد لجمعية أصدقاء دمشق برئاسة الأستاذ مازن حمور، أنا بوجه له تحية عبر الشاشة، اللي هو أحد الأشخاص اللي كتير داعمين لهي الفكرة، كتير عنده نظرة جديدة ليدخل على الجمعية مفهوم خدمة المجتمع، مفهوم دعم الشباب بكل القطاعات، تشجيعهم على أداء خدمات جيدة للمجتمع. فمن هون تقاطع الفكرتين هدول أدى لإنشاء هذا الفريق التطوعي. طيب عمر، خلينا ننتقل عندك، كونك اليوم بضمن الفريق التطوعي، نحكي عن فكرة التطوع. أول مرة بيكون للجمعية فريق تطوعي؟ أول مرة. خبرنا عمر اليوم شو أثرت وشو تأثرت ضمن الفريق؟ هلا بصراحة يعني أنا كشخص بحب كتير التطوع، يعني متطوع بفريق الRBCs وبجمعية التميز في كفالة اليتيم، والدكتورة يعني اجت عنا وخبرتنا أنه في عنا فريق، فأنا يعني مش كشخصي بحب كتير هيك شغلات، فوالله يعني تشجعت وطلعنا، وكان يعني نطلع المدارس يعني انه هذا الشيء يعني رح يقوينا، وغير هيك يعني نعطي الطلاب شيء من معلوماتنا، يعني هن كثير معلومات. حضرتك شو اختصاصك؟ انا بدرس صيدله بجامعه دمشق، سنه رابعه صيدله. سنه رابعه سنة. اذا نحكي عن الفريق بشكل عام، هو مو بس طلاب صيدله صحيح؟ لا، نحن عندنا الفريق الحقيقه طلاب جامعيين، بس اغلبهم من الكليات الطبيه، والمعظم من الصيادلة، من كلية الصيدلة. كوني أنا أستاذة بكلية الصيدلة، فكان أسهل أني وصل الفكرة تماماً لطلابي، فأغلبيتهم من كلية الصيدلة، لكن معنا طلاب متطوعين من كلية الطب، من طب الأسنان، وفي معنا حتى من الجغرافيا. تمام. اليوم الطالب الدكتورة دكتورته الكلية. تماماً. السنة الماضية كان عندي، هلأ صار سنة رابعة الله يرضى عليه. إن شاء الله يكفوكم كلياتهم هيك صيادلة ناجحين بالمجتمع بإذن الله. يعني عم نحكي عن فريق تطوعي ما كفى السنة من العمر، ولكن أقام حملتين بالمدارس، حملتين توعويتين، خلينا نحكي عنهم أكثر مفصلاً. نحن نعرف الفئات المستهدفة هي كانت المدارس، العناوين الأساسية، وكيف لقيتوا التجربة والتفاعل؟ تماماً. نحن مثل ما تفضلتي حملتين سويناهن، الحملة الأولى كانت بشباط الماضي، شباط 2022، دخلنا على مدارس حلقة أولى وحلقة ثانية، وكان عنوان الحملة التوعية عن مخاطر الاستعمال العشوائي للأدوية وضرورة وجود صيدلية بالمنزل، وشو لازم تحتوي صيدلية المنزل، شو الشروط يلي لازم تتوفر فيها. الحملة الأولى دخلنا فيها على 27 مدرسة، 327 شعبة صفية تم الدخول إلها وإيصال المعلومات، رقم كتير مهم الحقيقة أنا بفتخر فيه، تم إيصال المعلومات ل 13600 طالب وطالبة بمدارس متفرقة ضمن دمشق وريف دمشق. الحملة الثانية الحقيقة من أسبوعين نحن أنهيناها، كانت للتوعية عن مخاطر الاستعمال غير المنضبط للإنترنت، وشو بيسبب هذا الاستعمال غير المنضبط من أضرار جسدية ونفسية على الصحة. كمان نبهنا الطلاب لمخاطر الألعاب المؤذية اللي موجودة على الإنترنت، خاصة بعد قصة الطفل يلي توفي ببريطانيا بعد تحدي على التيك توك. كمان تم تعريف الطلاب بمواقع مفيدة بيقدروا يحصلوا منها على معلومات علمية، معلومات لتنمية الهوايات. طبعا الحملة هي الثانية توجهنا إلى مدارس الحلقة الثانية والثانوي، لأنه استعمال الإنترنت ربما بالحلقة الأولى ما كتير الطلاب عندهم استعمال على الانترنت، الأكثر هو الحلقة الثانية والثانوي. طبعا حصيلة الحملة الثانية كانت الدخول ل 18 مدرسة، 290 شعبة صفية، وتم إيصال المعلومات ل 12700 طالب وطالبة، برجع بقول حلقة ثانية وثانوي. اليوم عم نحكي عن عناوين مهمة للحملات. عمر، اليوم أنتم كفريق تطوعي عم تكون في تشاركية بينكم وبين الإدارة ضمن الجمعية لاختيار عناوين الحملات؟ اكيد، يعني احنا اول شيء حسب حاله المجتمع، ثاني شيء الدكتوره يعني عم تشوف انه هذا الموضوع مهم نحكي فيه، وبالتشارك يعني في مناقشه بين الجمعيه ومديريه صحه دمشق، وهن يعني مديريه الصحه المدرسيه، مديريه الصحه المدرسيه، وعم يلاقوا الموضوع المناسب ونبلش يعني نحط المبادئ الاساسيه والافكار ونشتغل عليهم، وبعدين نقول بسم الله ونبدا. الحقيقه الصحه المدرسيه بوزاره التربيه هي شريك اساسي معنا، عم يتم التنسيق بالموضوعات. بدي وجه تحية أيضا يعني عبر الشاشة لدكتورة هتون طواشي مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية، اللي هي حقيقة داعمة ومتعاونة لأقصى حد، وأكيد تحية لدكتور داريم طباع وزير التربية، كمان مرحب جدا بالفكرة
كثير شجعنا وكان معنا لابعد حد يعني. نحن بنشجعكم اكيد. خليلي اياكي يا رب. اليوم دكتوره قد ايه مهم التشاركيه بين الاجيال؟ اليوم نحن عندنا جيل شباب بيحمل افكار جديده ضمن عصر جديد سرعه تطور تكنولوجيا، وبين اطباء ويعني الاداره كلها اطباء يمكن بالكادر. لا الجمعيه، لا الجمعيه الحقيقه فيها كثير، انا مسؤوله الفريق لكن طبعا. كجمعيه فيها قد ايه اليوم الجيلين يعني نحن اليوم عم نستخلص فكره شبابيه مع فكره حدا عنده تجربة حياتية. هذا الدمج أساسي لأنه بالنهاية المجتمع هو مزيج من الطرفين. صحيح. ونحن واجبنا اللي صرنا بعمر شوي منيح المفروض أنه نسلم الأمانة للشباب هدول يلي طالعين هالدماء الجديدة، لأنه هن مستقبل سوريا، هن مستقبل البلد، هن المجتمع بأمانتهم. فنحن المفروض علينا ننمي عندهم هيدا الموضوع، نشجعهم لأنه يقدموا لبلدهم مثل ما هي قدمت لهم، هن لازم يتعودوا ويقدموا لهم. دائما نحن بنقول قديش مهمه ثقافه التطوع وبفتره الشباب والجامعه هي بتكون باوج عطائها. خلينا ننتقل لعمر ونحكي اكثر عن الوسائل يلي اتبعتوها الاضاحيه، فينا نقول ضمن الحملات المعلومات اللي ركزتوا تنشروها. نعرف في فئات عمريه عم تكون مختلفه، الحلقه الاولى والثانيه والثالثه، خلينا نركز اكثر على الاجواء يلي كانت، وخصوصا انه شوي كان في صور عم تمرق يعني من جولاتكم ضمن المدارس. تماما. هلا احنا بالحمله الاولى كان الموجهه بشكل اساسي للحلقه الاولى، فهون يعني الاسلوب رح يختلف عن الثانوي. كان عندنا يعني نوع من المزح، من السؤال والجواب، مسرحيه صغيره، يعني اي شيء مشان يقرب المعلومات ويتقبلوها. يعني انا بتذكر كان في عنا بمدرسه المعونه الخاصه كان في عضوين من الفريق حكوا المعلومات بطريقه ممتازه، فاتت الدكتوره وسالت ما شاء الله كل الصف جاوبوا، كل الصف وصلت المعلومات وحابب الفكره كلها. هاي النقطه يعني الاعمال الصغيره وقت بتوصلي لهم المعلومه بطريقه لعبه ومزحه ومسابقه ويلا مين بده يسبق ويجاوب كذا، بتعلق بذهنه بيتفاعلوا، هذا النوع من التفاعل بيخلي المعلومه ترسخ بدماغهم اكثر. فنحن اعتمدنا الاسلوب التفاعلي، لكن اكيد تفاعلي بالاعمار الصغيره يختلف عن التفاعلي مع الثانوي. الثانوي صاروا قراب لعمرهم فالمفروض يتعاملوا معهم كصداقه، كصديق انا عم بشرح لك الفكره كصديق. اختلف الاسلوب لكن بالنهايه حرد هذا الموضوع اسئله عندهم يعني غير اللي انتم كنتم محضرينه بالمحاضرة. اكيد هلا انا بصراحه وقت فتت على الثانوي مثل ما قالت الدكتوره انه نحن كاخواتهم، فصاروا يسالوا يعني اعطيتهم بصراحه، نصحناهم واعطيناهم تجاربنا يعني هن كثير تقبلوا الموضوع، صاروا في اسئله كثير، صار في كثير اسئله يعني يسالونا وهذا الشيء كثير ايجابي. يعني كنا عم نحكي عن نقطه وقت لاي شيء بنعمل، اي عمل بنعمله بنلاقي نتيجه حلوه، بنلمس انه في استجابه بنكمل فيه. كنت انا بدي اسالكم عن الاستجابه ضمن الحملات فانتم جاوبتوا. اليوم عم نحكي عن فريق 60 شاب وصبي، في اليه عمل الفريق عم بيكون دائما مع بعض ضمن كل الحملات او ممكن انه يكون في تقسيم ليكون كل حدا باتجاه معين؟ الحقيقة كونه نحن اشتغلنا ضمن دمشق وريف دمشق، تمام، وتم اختيار مدارس بمناطق مختلفة بمدينة دمشق، فنحن قسمنا الفريق حسب مناطق وحسب قربه لمكان سكنهم. بمعنى أنا عندي ضمن الفريق مثلا لنفرض 10 طلاب سكنهم بالمزة بمناطق مختلفة بالمزة، فنحن المدارس يلي رشحتها مديرية الصحة المدرسية ضمن منطقة المزة احنا قلنا لهم هالعشر طلاب انتم فريق المزه بتتولوا المدارس تبع منطقه المزه. نفس الشيء عمر مثلا بالميدان، مناطق كل حدا ساكن بمنطقه الميدان من الفريق تولوا هن مدارس منطقه الميدان، وهكذا تم تقسيم الفريق برجع بقول لك حسب مناطق سكنهم وحسب المدارس يلي اعطونا اياهم الصحه المدرسيه. بهي الطريقه انا غطيت كل المناطق يلي نحن اعطونا اياها، زائد انا وفرت على الطلاب موضوع المواصلات. يعني انا كمان بتعرفي انت ازمه المواصلات، انا ما بدي كمان الطالب المتطوع يضيع وقته بس على الطريق هو رايح جاي ليوصل للمكان، فانا لا بختار لك مكان قريب على مكان سكنك وبتقدر انت تأدي مهمتك فيه بدون ما تتعذب. فهيك كانت اليه العمل الحقيقه، والحقيقه الحمد لله يعني كثير كانت مريحه، قدرنا نغطي كميه كثير منيحه ضمن دمشق، ريف دمشق، غطينا جرمانه، غطينا صحنايا، غطينا دمشق وريف دمشق فقط.
كيف؟ اليوم نحن فقط بدمشق وريفة. دمشق وريف دمشق حاليا. بس ان شاء الله نطمح لانه نطلع للمحافظات الثانيه ان شاء الله، بس هلا حاليا دمشق وريف دمشق حسب الامكانات المتوفره. خلينا نحكي اكثر كمان عن تخصصات الفريق، كيف بيتم فرزهم؟ يعني نعرف حتى لو مثلا طالب صيدله او طب يمكن له توجهات اعلاميه، اذا بدنا نقول في منهم ممكن يكونوا منشطين او عفوا ميسرين لنشاط معين، كيف بيتم فرزهم ضمن الفريق؟ وعم تستقطبوا كمان اعداد جديده، يعني بعد ما شفنا هي الفكره ويمكن الشباب والصبايا شافوا يمكن التفاعل اللي عم بيصير ضمن الفريق، قديش كمان عم تشوفوا في حماس عند طلاب تانين حابين يكونوا معكم؟ هلا الاكيد نحن الباب مفتوح لكل حدا يرغب بالتطوع معنا من الطلاب الجامعيين، شرط الالتزام. يعني انا هي كثير باكد عليها انه انا ما بدي حدا يجي يقول لي انا بدي اكون معكم وبعدين بتحق الحقيقه ما بيكون ملتزم. قديش الالتزام؟ نعرف في هيك دراسه الالتزام بمعنى انا بكوني انا ضمن الجامعه فانا بعرف ايمت عندهم دراسه وايمت عندهم امتحان، اكيد ما رح اجي انا وقت الفحص اعمل لهم حمله حتما، بس انا بدي وقت انا بطلبكم تكونوا موجودين. تمام. يعني انا هيدي قصه الالتزام كثير مهمه بالنسبه لي. هلا عم تقولي انه اعلامي وميسرين، الحقيقه ما قسمناهم بهي الطريقه، الكل يعمل لخدمه الكل، يعني نحن تيم وورك اللي بسموه تيم وورك، كل حدا عم بيشتغل لينشط هالفريق، ليعمل له دعاية، ليعمل له تسويق، خلينا نقول ليفرجي شغلنا الحلو وإنجازاتنا. أنا برجع بقول لك الأرقام يلي ذكرتهم قبل شوي، أنا كتير فخورة فيهم طبعاً، إنه فريق عمره لسه ما صار سنة لطلاب جامعيين، هن طلاب سنة تانية وثالثة جامعة، إنجاز كتير مهم. لما بتشوفي التفاعل من الطلاب ضمن المدرسة، يعني رحنا الحملة الثانية في مدارس تكررت معنا، فأول ما فتنا استقبال الطلاب، أنت جيتوا رجعتوا لعنا أهلا وسهلا، التفاعل هذا اللي لقيناه من طلاب المدرسة الحقيقة يعني أنا فخورة كتير، بحفزكم للمزيد من الحملات. أكيد 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 إن شاء الله. هاي النقطة معناتها بالزيارة الأولى أنتوا قدرتوا اترسخوا شيء قبل ما تطلعوا تماما. يعني لهيك انه هنن بزياره ثانيه كانوا بهذا السبب، بزياره ثانيه رجعوا قالوا لنا انتم من كليه الصيدله وحكينا هذيك مره كذا وكذا وكذا، لهلا بقيانه ببالهم. تخيلي من شباط هلا فتنا بايلول بقيان ببالهم، اذا نحن قدرنا نعمل شيء. هلا اليوم وقت نقول تطوع، قلتي احد خلينا نقول الشروط او انه يكون في تفرغ بالعمل، ولكن اي حدا اليوم هو قادر يكون متطوع او لازم يكون في شروط يعني انه بنوصف فيها انه اليوم حابب هذا العمل الميداني غير موضوع الالتزام؟ اليوم انتم كجمعيه شو هي مقياس التطوع عندكم؟ شوفي مثل اي عمل بالدنيا اذا ما بتحبي ما رح تقدري تعملي. صحيح. فحتى التطوع اذا ما في رغبه داخليه انه انا بدي اعمل تطوع وانا بدي اقدم خدمه للمجتمع، خاصه انه التطوع هو عمل غير ماجور، يعني في ناس بتنظر له انه انا عم ضوع وقتي وما عم باخذ شيء مقابله، إذا بده يكون في عندك رغبة داخلية كتير شديدة لتقدري تقدمي هذا العمل وتقدميه بمحبة وبدون ما تتعبي وبدون ما تتململي. فالمقياس الأساسي هو رغبة الشخص أنه هو فعلا عنده حب لهذا الموضوع، فعلا هو من قلبه جاي يقول أنا بدي أتطوع معكم. وأكيد ضمن الحملات عم يبين معنا مين اللي فعلا قد كلمته، اللي فعلا هو بمحبة عم بيشتغل. عم تفصلي دكتورة اليوم أعضاء؟ عم تغيري أسماء ضمن الجمعية؟ ضمن الفريق هلا يعني في بعض الاسماء اللي انحذفت، في بعض الاسماء هن انسحبوا وعرفوا حالهم انه هن مو قد الموضوع. برجع بقول لك مثل اي عمل ثاني بدهم حبه. ولو سريعا هيك خلينا نحكي عن الحملات اللي عم تحضروا لها حاليا قادمه وعناوينها. تماما. حاليا في عنا خلال اسبوعين في عنا حمله بالتشارك مع الامانه السوريه للتنميه، بوجه لهم تحيه، اللي هن طلبوا مننا نكون شركاء معهم بمبادره هن عاملينها ضمن الجامعات، كليات جامعه دمشق، للتوعيه عن مرض الكوليرا، كونه هلا في انتشار للكوليرا. صحيح. فلا بد من توعيه الطلاب عن هذا الموضوع. خلال اسبوعين ان شاء الله هلا تتم التحضيرات واخذ الموافقات، وان شاء الله اسبوعين بنكون عم نعمل الحمله. بالختام اكيد نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى المزيد من الازدهار لنشاطات الفريق. نتشكركم لوجودكم معنا الدكتوره هاله شاهين وحضرتك استاذه في كليه الصيدله، وايضا استاذه عمر تدموري وحضرتك عضو بفريق جمعيه اصدقاء دمشق. شكرا لوجودكم اليوم ولصباحكم اللي بيحمل الخير. تحياتنا للفريق فردا فردا بدون ذكر اسامي، واليوم هيك بنتمنى خلال تواجدكم معنا كمان يزيد الدعم لكم ولكل الجمعيات اللي بتحمل رساله خيريه اليوم بهذا الوقت اللي نحن كثير بحاجته. شكرا. استضافتكم هي نوع من الدعم كثير كبير، نحن بنعتز فيه. بالشمعه الاولى اللي حتطفوها للجمعيه. شكرا. خلص بعدك بالجاتو بنجيبه لهون على حليب ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم.
أما هلأ خلونا ننتقل لننقل أجواء الحفل الموسيقي اللي أقامته وزارة الثقافة في قصر العظم. هكذا بدأ المشهد في قصر العظم بقلب المدينة القديمة في الحفل الذي أحيته أوركسترا دمشق برعاية وزارة الثقافة، حيث تمازجت المقطوعات الموسيقية مع هذا النمط العمراني المميز للمدينة. برنامجنا اليوم منوع ما بين الطربي وما بين التراثي، وبنفس الوقت نحن اليوم رح نبدأ الحفل بتحية إلى الفنان والقامة السورية دياب مشهور اللي تربينا على أغاني مين منا ما بيعرف على المايا، نترحم على روحه. واليوم نحن بمناسبة أنه كون أول حفلة بصير خلال يعني بعد وفاته، فمنقدم له تحية لروحه، إضافة إلى عمل لقان الهوى لعبد الحليم حافظ رح أدي اليوم ريان جريرة هذا الصوت المميز والواعد. رح نسمع أم كلثوم من صوت فاتن صيداوي فات الميعاد، رح نسمع بعدين أغنية فيروز ووديع من صوت ريان وفاتن والكورال من خلال سهرة حب. هذا المكان الساحر دائما له خصوصية بقلبنا، له واقع مميز. بدك كمان تنقي برنامج اليوم يكون مميز يناسب هذا المكان الساحر. نحن اليوم كموسيقيين من زمان بيعنينا هذا المكان كثير لتراثه ولعراقته، فبتحسي ان الحفلات دائما لها نكهة خاصة فيها. ان شاء الله رح يكون برنامج ممتع ويستمتع الجمهور معنا. تنوعت الأغاني والمقطوعات الموسيقية لتشكل باقة طربية استحضر من خلالها الحضور قامات فنية تعود إلى الزمن الجميل. أنا مشاركة بأغنيتين، أغنية فات المعاد طربية للسيدة أم كلثوم، والأغنية الثانية هي سكتش سهرة حب طبعا مع الفنان ريان دويتو. وهي مو أول مرة أنا بشارك فيها بحفل بقصر العظم. برمضان كان إلي مشاركة، وقبله كان عندي مشاركة حفل خاص كان فاتن تغني أم كلثوم، غنيت 4 أغاني لأم كلثوم بالحفل. وكتير أنا بحب أني غني على مسرح قصر العظم لأنه مكان أسري وجميل، والناس الحمد لله عم تيجي تحضرك حفلات. ونحن دائما منحب أنه نأكد على أغاني التراثية والأغاني الطربية، أغاني الزمن الأصيل والزمن الجميل. وكتير بنبسط لما بلاقي في ناس عم تيجي تحضر هيك نوعية من الأغاني. مو أول مرة نحن مشاركتنا بقصر العظم، ولا غنى أبداً أنه دائماً نعمل مشاركات بحفلات مميزة مثل قصر العظم، لأنه دائماً بيجي عليها حضور موسيقيين ومذوقين جداً بالموسيقى وعندهم خبرة كبيرة. هذا الشيء بيعطينا حافز كونه نحن هويتنا موسيقيين أكاديميين دارسين كلنا موسيقى. فاليوم رسالتنا إن شاء الله رح نوصل كل شيء عم نتمرن عليه، كل شيء نحن نعرفه دارسينه بأحسن صورة خلال ال50 دقيقة اللي معنا. خلال مشاركة اليوم رح أقدم قطعتين. أول قطعة هي جانا الهوى للعندليب عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر، ومشاركة الثانية هي سهرة حب مع صوت صبية مدام فاتن صيداوي. حفل فني هو بمثابة رسالة فن هذا المكان العابق بنبض التاريخ، ويؤكد أن سوريا هي بلد التدوين الموسيقي الأول. موسيقى
وضمن مساحتنا الصباحية لليوم، كلنا بنعرف أنه العنصر النسائي موجود بتفاصيله ومداخل كل الحياة. اليوم قدي في صبايا أثبتت وجودها على الأرض، إن كان رياضياً كان اجتماعياً كان حتى صحياً، يعني في كل المجالات. صحيح رشا، ودائماً نحن بصباحنا غير داعمين للمشاريع الأنثوية بمختلف مجالاتها، وضمن فقرتنا الحالية رح نكون مع مشروع رياضي كتير مهم، ورياضة يمكن تعتبر جديدة بسوريا. أكيد اليوم حنسلط الضوء ضمن فقرتنا على مجموعة من اللاعبات اللواتي أسسنا فريق رياضة الركبي، وهي نوع من أنواع الرياضة الأولمبية. لنحكي أكثر تفاصيل عن هي الرياضة، شو هي الرياضة وشو هي أهم الصعوبات اللي ممكن تتعرض لها الإناث ضمنها. حيكون ضيوفنا لليوم الكوتش سارة عبد الباقي مدربة الفريق، واللاعبة ريم البودي. سعد صباحكم. سعد صباحك. أهلا وسهلا. سعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. سعد صباحك. رح نبدأ معك كوتش ونتعرف على رياضة الركبي. نحن بنعرف هي بأواخر 2017 بداية 2018 موجودة بسوريا. هي شو الرياضة؟ يعني هي قريبة على كرة القدم أو كرة الطائرة؟ تمام. أول شيء سعد صباحكم، شكرا لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا. لعبة الركبي هي لعبة، يعني الملعب هو مثل ملعب كرة القدم العادي، تنلعب بالإيد الطابة بيضوية. بصير فيها شوي التحام، يعني في شيء اسمه تاكل عنا عرقلي. بالنقاط بتصير انت لازم توصلي على خط الخصم وتحطي الطابة على الارض، تاخدي 5 نقاط. بعدها بصير شيء في اسمه ركلي كونفرجن، بتزيد نقطتين. هي باليد او بالقدم؟ هي بتلعب باليد وبالقدم. معناتها فيها عنف شوي. ما هي فيها عنف شوي، بس الواحد لازم يعرف كيف يحمي حاله. اما بالنسبه لسوريا، نحن عنا اياها من 2004، في مجموعه اجانب اجوا على سوريا دخلوا اللعبه لهون، حبوها السوريين تبنوها، بعدين بلشوا يشتغلوا على الموضوع انه تصير بشكل رسمي، يعني تصير رياضه تابعه للاتحاد عندنا. ب 2012 تم تشكيل اللجنه العليا للرجبي، بطبعا رئيسها هو الاستاذ احمد مدني والكابتن محمد جركو هو امين السر. بعدين اشتغلوا، صارت مع الاتحاد الرياضي العام، نحن تابعين للاتحاد الرياضي للجميع، رئيسته هي المدام سناء محمد. ها بالنسبة للرجال هم، بعد السيدات ما كانوا بلشين. بعدين آخر 2017 أول 2018 بلش أول فريق ركبي سيدات مدينة السويداء، بلشنا نشتغل، بلشنا ندرب. كان صعب، أنا كنت مع أول فريق. بعدين كان عنا أول بطولة هي غرب آسيا 2018، كانت في لبنان بشهر 4. اشتغلنا، كانت الفترة قصيرة، يعني إحنا كان معنا شهرين ولعبة جديدة، يعني بعد ما بنعرف شيء عنها. اشتغلنا على حالنا وطلعنا على البطولة والحمد لله كانت النتيجة منيحة. طبعا المنتخب ما كان فيه بس من مدينة السويداء، كمان كان فيه من دمشق. يعني اليوم نحن السويداء دمشق أو كل المحافظات السورية؟ لا، نحن في أكثر من محافظة، عندنا السويداء دمشق حمص، عندنا لاعبات من حما، عم نشتغل كمان على لاعبات من اللاذقية، يعني عم نحاول نشرها بقدر الإمكان تكون شامل الفريق لكل المحافظات. السيدات شفتي نحن تأخرنا شوي يعني بالسيدات ل 2018، فبعد يعني عم نطور اللعبة إن شاء الله. ريم خلينا هيك نحكي اليوم عن تجربتك وانضمامك للفريق، قد إيه لك ضمن الفريق؟ إلي شي سنة ونص ضمن الفريق. أنا بلشت عندي هواية بالرياضة، أنا مهنتي الأساسية هي تمريض، بس كنت بعيدة شوي عن جو الرياضة. بعدين سمعت عن فريق الركبي لأنه هو فعلاً رياضة ما كانت منتشرة والعالم ما كتير بتعرفها. حاولت أني أجرب كونه أنه هي من هواياتي، حاولت أني ألعب بكتير من قبل الألعاب، بس هي نوعاً ما تقليدية، ما فيها شيء جديد يعني الرياضات الثانية. فتت على فريق الركبي، شفت مبادئه والقواعد تبعيتها، وحتى يعني ضمن الفريق كثير بترتاحي. حبيت هاي اللعبه وحبيت اني كفي فيها، لانه صراحه البنت دائما هي بتبعد عن الشيء العنيف او عن الشيء، بنلجا للشيء التقليدي اكثر. شيء بيبقى للانوثه اصلا تماما، يعني اللي دائما البنت بتحب انه تظهر بالمظهر الانوثي اكثر من انه تتبع رياضه عنيفه مثلا، انه هي كتصنيف تبعها. لما بلشت باللعبه صارت انه على كثر ما حبيتها صارت شغف بالنسبه لي اني انا اطور حالي فيها واني اكون من اللاعبات الاساسيات بهذا المنتخب لاني انجز شيء فيه. كوتش كيف اليوم بتقيمي ريم؟ لا، ريم لاعبه متميزه عندنا، ويعني عندها عم تتطور، هي ما صار لها زمان، بس خلال فترة قصيرة هي فعلا فورا عم تستوعب اللعبة وطريقة اللعبة، وعم يصير عندها مهارات أكثر.
طيب ريم، خلينا نحكي أكثر اليوم، برأيك شو الصفات اليوم لازم تتوافر باللاعبة لحتى تقدر تتميز أكثر بالركبي؟ وقلتي أنه حاولت تطوري حالك بهي اللعبة، كونه هي لعبة جديدة بسوريا، شو الوسائل اللي اتبعتيها لحتى تقدر تطوري حالك؟ الصراحة هي اللعبة أكثر شيء بدها كقوة بدنية، فنحن كبنات دائما بيكون في عنا ضعف أو ما كتير منتبع أنه كله جيم أو شيء. بس هلا انا يعني بدك انت تكثيف تدريب اكثر، بدك الواحد يقوي بدنيته، عضلات معينه بدنيته. طبعا دائما لازم نحن نرجع لانه هي الاساسيات، القواعد الاساسيه لها هي شوي غريبه عن الالعاب الثانيه، فدائما هاي الشيء لازم ترجعي انت تكرريه، حتى لو كان بينك وبين حالك، حتى لو كان بينك وبين اخواتك بالبيت. شو القواعد يعني؟ يعني مثلا في عندك قواعد، مثلا رمية الطابي، انه لما تعطي باص لرفيقتك ما بصير انه بدك تعطيها وهي وراك، ما بصير تعطيها وهي قدامي، ما بصير تشلفي الطابي لقدام انه تزتيها لقدام وترجعي انت تاخديها. مثلا بحركات التكل، لما انت بدك تيجي تعملي تكل للاعب مثلا، بدك تعرفي انك وانت عم تعمليها ما تاذي حالك قبل ما تاذي غيرك. وانا يعني تعرضت لاصابه بالتمرين، طبعا الغلط مني لاني انا ما عرفت اني انا كنت اجباري باي تماما. رياضه جديده بيكون فيها هي الاصابات. ننتقل لك كوتش، وحابين نعرف انت كيف عرفتي بالرياضه، كونه نحن عم نحكي انه هي جديده، في دورات اتبعتيها بالخارج او درستيها؟ بالنسبة إلي أول ما بلشت مع أول فريق بسويدا، الكوتش اللي كان هو عم يأسس الفريق اسمه باسل الحلبي، هو بصراحة حكاني، لأن عندي خلفية رياضية كنت ألعب تنس، فحكاني إنه في اللعبة هاي وعندي فضول شوي إني أجرب ألعاب جديدة خاصة ألعاب جماعية، فحبيت إني روح على التمرين، ومن أول تمرين حسيت حالي مشيت باللعبة وحبيتها. يعني ما بعرف اللعبة غريبة هاي بتشدك شوي، وكملت فيها، يعني كملت، كنت كابتن سوريا لبطولتين، كمان عملت دورات تدريبية وتحكيمية. بعد ما عملت دورة تحكيم، اللجنة العليا للرقبي عطتني فرصة أني أحكم مباراة رجال بالدوري السوري للرجال. اليوم الحكم أنثى، كان 15-15 يعني، حكمت المباراة، وعلى أساس هاي المباراة كنت أول حكمي عربي آسيوي. خلينا نحكي على هاي النقطة اليوم، هاي النقطة كتير مهمة. بداية خلينا نحكي عن المشاركات الخارجية خارج سوريا. أدي اليوم مهم مشاركتكم خارج سوريا، حصلتوا على شيء تكريمات، على شيء جوائز؟ نحن أول مشاركة لنا كانت بغرب آسيا 2018 بلبنان، هي أول مشاركة أخذنا مركز ثالث فيها. بعد فترة بسبب كورونا وهيك وقفنا يعني، بعدين صار عنا بطولة العرب بمصر أخذنا مركز ثاني فيها. بالأردن؟ بالأردن من فترة، من شهر 8 كانت بطولة ودية، ربحنا على 3 نوادي هنيك كمان. اليوم عم تقولي لي اليوم انت كوتش وكنتي حكم ضمن مباراة، اليوم اكيد انت تحملي مؤهلات كثير مهمه لليوم انت توقفي لتكوني حكم ضمن مباراة ذكوريه يعني، فحكي لنا عن هي التجربه اليوم، شو هي مؤهلاتك كوتش لحتى انت اليوم قادره انك تقودي تحكيم لمباراة رجال؟ لكن ما كان سهل ابدا والصراحه، يعني كانت صعبه، خاصه انه رجال، يعني انت عندك 30 رجل بالملعب بس عم تخبريهم شو يعملوا. بعد ما خلصت الدورة درست، يعني درست لحالي كأنه عندي شهادة أو جامعة، درست بالقوانين، لأن الرقبي مثل ما حكت هي بحر، يعني فيها قوانين اللعبة دقيقة، بدك تعرفي إمتى بدك توقفي، حساسة يعني. فحكمت المباراة، قدرت أني مشيها، يعني بدك قوة شخصية بصراحة، بدك تفرضي حالك قدام اللاعب لأنه هو يوثق بقرارك أنت ويمشي معك. فالحمد لله يعني مشيت معي. طيب ريم، حكينا عن اول مباراه كنتي فيها، كيف تتذكري؟ كان في هيك حاله لبكه او خربطه؟ كنت عم تقلنا من شوي مثل كانه الى قواعد معينه، حتى بالبيت الواحد بينه وبين حاله بيحاول دائما يتذكر لتضل بباله. حكينا عن اول مباراه، كيف كان التفاعل مع اللاعبات ايضا؟ صراحة أنا ما شاركت معهم بالمنتخب الأساسي، بس نحن في مباريات بتصير ضمن الفرق تدريبية، بالتدريب يعني الملعب هو بتحسي انت فايتي على معركة، يعني انت بدك عن جد. اللاعب الرياضي دائما بحس هيك، سواء بكرة القدم وسواء كرة السلة او باي رياضة كانت، لانه انت خاصة بلعبتنا نحن شوي غريبة، وخاصة نحن كبنات اكيد انت بيكون عندك الضغط اكثر، لانك انت تثبتي حالك انك انت موجودة وانك قادرة توصلي، خاصة لكثير شغلات نحن بنتعرض عليها من المجتمع كثير،
فانت في تنمر اليوم ري كثير قصة كثير عشو التنمر بده يكون التنمر هي رياضة تعتبر ذكورية وليست أنوثية. دائما بتوجه لك الضوء انك انت عم تتشبهي بالشاب لحتى تلعبي هيك رياضة عنيفة. كيف بتردي؟ انا حرة بتزيدي يوم مهاراتك اكثر. انا قادرة اني يكون اثبت حالي لاي حدا، وانا طبعا من هون بتوجه لاي حدا قال لي انه انت ما رح تقدري تثبتي حالك، لا انا قادره. اي سيده بالمجتمع او اي بنت اي يعني اي عمر كانت موجود، نحن حتى معنا بالفريق اعمار لل 46 سنه. حلو. يعني من 16 سنه ل 46 سنه، تخيلي لحد الان لساتهم عم يتعبوا على حالهم ولساتهم عم يشتغلوا. من ما في تفاوت يعني بيكون بالاعمار باللياقه بالقوه؟ طبعا اغلبيه اللي بينضموا لهي الالعاب بيكون في عندهم قوه بدنيه، ونحن معنا بالفريق كثير بنات، منهم لاعبين كره سله، منهم لاعبين العاب قوى، عندهم خلفيه رياضيه، منهم لاعبين العاب كمال اجسام، يعني في عندهم خلفيه رياضيه وفي عندهم قوه بدنيه. حلو. كمان انهم يلعبوا هاي اللعبه لانه هي الصراحه بدها قوه بدنيه وبدها حمايه. يمكن طبعا شو اللباس اللي هيك بتعتمدوا؟ ما في لباس معين، بس هي لها مبادئ انه نعتمدها. لهيك عم قل لك لما انت بتفوتي على ارض الملعب بتفوتي على حرب، لانه انت ما بتطلعي من الملعب. اذا بدك تموتي فوق رفيقك ما بتتركي. يعني بدي ثواني فتنا قصه ثانيه نحن هلا اليوم. قصد من الفكره انه انت في لما بيتعرض التحام بين لاعب ولاعب رح يوقع اللاعب، فهذا اللاعب صار جزء لا يتجزا. طيب من الأرض. ريم بصراحه اليوم انت ضمن المباراه ما عملتي لك حق. يعني نحن عم نقول هي في انتفاع كثير كبير ضمن الملعب. هلا بدي ارجع لعندك كوتش. البنات يعني هنن يعني خلينا نقول كترتيب بحياتهم بضل في عندهم هي الغيره البناتيه يعني، فاليوم هنن ضمن الملعب ومنافسة حتكون القصة كتير شاعلة. في مواقف صارت، في تدافعات بقصد وبلا قصد، لا تقلي لي شو. الصراحة هاي الفكرة اللي بدي قلك عليها، انه ليش انا بداية انا ما لعبت رياضة من قبل وما عندي خلفية رياضي، لما فتت على هاي اللعبة وشفت الفريق مع بعضه، الفريق بيتحرك روح وحدي، بس بسبع اشخاص عم يتحركوا بأرض الملعب ولكن هنن بروح وحدي. يعني انا ما بيهمني مين اللي حطت راي، قدر ما بيهمني التفاعل، لانك انت صله التواصل بينك وبين زملائك بالملعب، وبكون عندي ثقه برفيقي انه انا اذا وقعت راح يشيلني. هاي معناتها اليوم القائد تماماً. الفريق الكابتن هو اللي نمى هي الروح بيناتكم. احكي لنا شوي هيك عن فصولهم للصبايا ضمن الملعب. لكن بصراحه الرجبي فعلا لعبه نزيهه، يعني فيها من الفاليوز او القيم تبعها هي النزاهه. حلو. والدعم مثل ما حكيت سبورت، انت دائما مع رفيقك، نحن حتى برات الملعب دائما مع بعض. بتصيروا عائله واحده. يعني تماما، نحن مفهوم العائله لهيك الرجبي هي لعبه مميزه، لان فيها مفهوم العائله، فيها مفهوم انه نحن اخوه. فهالشيء حتى اللي بيجذب باقي سيدات للعبه هي، نحن دائما بس نكون نتمرن بالملعب دائما في بنات بيجوا الله نحن حبينا الجو تبعكم. ما في مشاكل اليوم نستقطب اللاعبات؟ ما في مشاكل بالفريق؟ ليك بصراحة هو في مشاكل بين البنات؟ لا لا بالعكس. طيب خلينا نحكي عن التحضيرات الجاية لكم. أكيد دائما بيكون في معسكرات تدريبية بتشتغلوا عليها، أو إذا في بطولات عم تتحضروا لها. نحن عنا بشهر 2 عنا بطولة العرب بأبو ظبي، إن شاء الله إنه نطلع عليها. وأكيد نحن رح نعسكر قبليها بفترة. هل نحن شوي من الصعوبات اللي بنواجهها بصراحة برياضة الرجبي إنه فترة المعسكرات التدريبية نحن ما عندنا فترة كافية إنه ناخذها، يعني يا دوب أحيانا نتمرن شهر 20 يوم لما نطلع على البطولة، فهي من الصعوبات اللي نحن بنواجهها بالرياضة، بس إن شاء الله إحنا طالعين على بطولة العرب، يعني إن شاء الله بنشارك فيها ونحقق إن شاء الله. نتيجة. كوتش اليوم الصعوبات ذكرتي هي موضوع المعسكرات التدريبية. اليوم قد اليوم خلينا نقول الناحية المادية مهمة بدعم هذا الفريق، إن كان للصبايا كلباس كتجهيزات رياضية، وخاصة مثل ما أنه كان في مشاركات على مستوى أكيد. العالم اليوم في الدعم المادي، هل هو أنه كافي لكم أو لا؟ هو على قدر الإمكان، يعني أنت بتعرفي نحن بعد الأزمة اللي مرينا فيها وعدد الرياضات الموجودة عندنا، كرة سلة، قدم، كل شيء بده دعم. فأنت بالنهاية يعني نحن مرتاحين حاليا، يعني عم يوصلنا دعم كافي. دائما نطمح للأحسن، بس نحن مقدرين ظروف الاتحاد الرياضي العام أكيد، يعني هو حسب قدرته هو عم يدعمنا. شو في صعوبات تانية عندكم؟ صعوبات تانية عندنا شوي تقبل العالم للعبة،
الحمد لله حاليا هي احسن. يعني قبل كان شوي يستغربوا اللعبة انه هي رياضه جديده، بتعرفي العالم عندنا هي كره قدم سلي، هالرياضات اللي بيعرفوها. فانك انت تجيبي لعبه فيها عنف شوي وللسيدات، فهالشيء شوي بيستغربوا منه العالم هون. فهي تقبل العالم للعبه، بس شوي شوي يعني احنا عم نتطور، عم بيصير الموضوع احسن. كل ما عملنا انجاز كمان، كل ما يتسلط الضوء علينا السيدات عم بيجوا انه نحن حابين نجرب اللعبه هي كمان. هل يتم في استقطاب لجيل جديد؟ يعني بأي رياضة بيكون فيها فريق الناشئين؟ ايه. فخلنا نحكي عنها. نحن عم نحاول نبلش بالموضوع. نحن في صفية مرنا فيها بأكاديمية فارس الشام، كمان مرنا أولاد صغار. فأنت الرقبي فيك تبلشي فيها من عمر 6 سنين طبعا بدون التحام. يعني أنت أول ما تبلشي باللعبة لولد صغير عندك من 6 سنين تقريبا ل 13 سنة، هدول بدون التحام، يعني ما فيها كونتاكت، ما فيها إصابات أو أذى. بعدين انت بتحضري اللاعب لمنه هو يكون قادر انه يلتحم او يعرف كيف يعمل تاكل اللي هو العرقه اللي بالطريقه الصحيحه. يعني هذا مسؤوليه المدرب بصراحه، انه هو يعلم التكنيك الصح، يوثق باللاعب انه خلاص انت جاهز انك تفوت على جيم وتعمل تاكل. لان الرقبي اهم شيء فيها هي السيفتي اللي هي الامان، بس في اعمار صغير. يعني بدنا نتمنى لكم كل النجاح. قبل ما نوجهكم كلمة هيك أخيرة اليوم عبر شاشة الإخبارية، ونحن بنتمنى لهذا الفريق أكيد النجاح ونضوي عليه بشكل أكثر. واليوم الناس تتقبل فكرة أن اليوم الأنثى موجودة بكل مفاصل الحياة مثل ما قلنا بالمقدمة. ريم، كلمة من حضرتك فضلي. أحب أقول لكل البنات اللي من أعماري أو للستات البيوت اللي هنن طبعا هنن الجيل اللي أسسنا نحن، انه دائما ما يوقفوا بنتهم عند اي شغف هي بدها تعمله، او اي سواء رياضه او باي مجال بالحياه. دائما تكون المراه قويه بعيده عن، بغض النظر عن التنمر يلي بيحصل لها او اي شيء بتتعرض له بالحياه، تكون قويه بنفسها وما تعتمد بس على الانوثه. الانوثه بتنبع من ضمن الشخص من جوا لتكمله خارجيا. الانوثه ما بتعتمد بس على المظهر الخارجي للمراه ككل. وبتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا لكم على الاستضافه. بالنسبه لي اول شيء بدي اشكركم لكم على التغطيه وعلى تسليط الضوء على الرياضه هاي، نحن عن جد بحاجه هالشيء. بدي اشكر الاتحاد الرياضي العام اكيد لدعمه لنا بكل البطولات وتشجيعه لنا، وخاصه كمان اتحاد الرياضه للجميع. رئيس الاتحاد الكوتش سناء محمد كانت معنا بكل خطوه من اول ما بلشنا نحن. اللجنة العليا للرقبي كمان الأستاذ أحمد مدني وأمين سليم محمد جيركو، هني بصراحة هني أساس اللعبة هون. كمان شكراً لهم. وآخر شيء بس رسالة صغيرة لكل سيدي، هي عندها طموح وعندها أهداف إنه ما توقف وتضلها مكملة، لأن أنت بالنهاية رح توصلي. وآخر شيء شكر كبير عن جد من قلبي لكل الكادر اللي معي من سيدات، لأن إحنا حالياً سيدات هي بصراحة مستلمة الرقبي الأنثوي. فعندي كوتشات هني عم يشتغلوا عم يضحوا بكثير شغلات ليكونوا موجودين معنا وليدربوا، بس من مبدا انه هن عندهم شغف للعبة هاي. فشكرا لهم. بالتوفيق ان شاء الله. اكيد كل التوفيق لكم. ونحن نشكركم اليوم لانه عرفنا من خلالكم رياضه جديده. كل التوفيق وان شاء الله بنشوفكم ببطولات قادمه. شكرا لك. شكرا كثير لك. نورتوا صباحنا لليوم، موفقين ان شاء الله. هيك بنشوفكم ببطولات على مستوى سوريا، جايبين لنا ميداليات حلوين. خلينا نرد على هذا التنمر بالنجاح. شكرا لكم وتحياتنا لكل الفريق شخص شخص. نحن لهون خلص صباحنا معكم مشاهدينا. ان شاء الله يا رب كنا على ذوقكم وقدرنا نقدم لكم القصص اللي بتهمكم بحياتكم اليوميه. بقيت نهار حلو لك يا نيرمين ولكل عائلتك اكيد. تسلمي لي. شكرا رشا. واكيد لكل حدا اليوم كمان رافقنا. بدي اتشكر الفريق الفني اللي رافقنا ضمن الكنترول. لاقونا بكره بصباح جديد وفريق جديد. من هلا لوقتها كونوا بخير. باي. نهاية رحلتنا الصباحية وصلت للختام. نتمنى لكم باقي نهار يحمل كل الخير وراحة البال والرزق الكتير. تبقوا بألف خير. باي باي.